موقع مشري لمنبج طريق ينثر على أطراف الفاعلون في الملف السوري نقاطهم الأمنية المتقاربة، فمعادلة الأمن هنا دقيقة ومعقدة. هذه مناطق محاذية لتركيا تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، قوات كردية تتهمها أنقرة بتهديد أمنها وبربط علاقات مع حزب العمال الكردستانية، لذا ترفض اقترابها من الحدود وتراقب تحركاتها جواً، كما تضربها بين الحين والآخر وتهددها بعمل بري كبير. التهديدات التركية بشأن عملية عسكرية في شمال شرق سوريا متواصلة. الهدف المعلن إقامة منطقة آمنة بعمق 30 كيلومترا. ولتحقيق هذا المسعى تخطط القوات التركية والفصائل الموالية لها الدخول إلى منبج وإلى كوباني المجاورة وتل، ما يعني عملياً شريطاً حدودياً خاضعاً لتركيا من إدلب إلى حدود قامشلي. شريط يقطع أوصال منطقة كردية ممتدة في المنطقة تعيد إليه تركيا اللاجئين السوريين. الدولة التركية تحاول ربط مناطق التي تحتلها في منطقة الأبيض وجرابلس. كل هذه الأمور عندما نجمعها نرى أن تركيا تهدف لبدأ حملة عسكرية هناك، لكن ليس مرتبطة في كوباني أيضا، هناك تهديدات على منبج وترفعت أيضا. نحن نأخذ هذه التهديدات بشكل جدي ونتعامل معها بشكل جدي. خطة تجعل قسد بحاجة إلى هذه النقاط التي نمر على مقربة منها. سيناريوهات المعركة في منبج وكوباني وترفعات مختلفة تخضع لخارطة النفوذ. فمثلاً حيث أقف الآن خلفي موقع عسكري تابع للنظام، من المفترض أن يكون هذا الموقع بالإضافة إلى مواقع أخرى تابعة للنظام خط المواجهة الأول مع القوات التركية والفصائل الموالية لأنقرة في حال قررت التقدم ودخول منبج. لكن حسابات السياسة والتجارب السابقة قد تفرض واقعا مختلفا في حال قررت دمشق اتخاذ موقف الحيادة. موقف حياد لا تتمنه قسد، لكنها ترى بعض مؤشراته. حتى الآن مواقف النظام هي مواقف خجولة، وتحركاتهم أيضا خجولة، وتحضيراتهم أيضا خجولة، لكن لديهم تواجد، ونحن نأمل أن يكونوا يشاركوا معنا في المعركة إن حصلت. كان هناك اتفاق برعاية روسية عن انتشار حرس الحدود التابع لقوات حكومة دمشق. هذه القوات الموجودة حتى الآن في الآونة الأخيرة التي ذهبت قبل أشهر كان هناك زيادة لعدد القوات وهم متواجدون، فبالتأكيد نحن كقوات نؤكد أن القوات المتواجدة على خطوط التماس مع الجانب التركي هي قوات حرس الحدود تبع النظام مع تدابير لنا. سياسياً أيضاً يرصد الأكراد انعطافة في علاقة دمشق وأنقرة تثير مخاوفهما. أي تقارب بين الطرفين سيكون على حساب الإدارة الذاتية وعلى حساب الشعب السوري وعلى حساب قوات سوريا الديمقراطية. هذا يعني في نقاط، هذه النقاط المشتركة بين هذين النظامين. أكيد كان هناك اتفاقية أضنة موجودة يعني بين الطرفين، سيكون تجديد لهذه الاتفاقية. روسيا التي تراقب المشهد من نقاطها الأمنية هنا تعمل على تخفيض أي توتر يقوض سيادة حليفها النظام، إذ ترفض عملاً عسكرياً للأتراك، لكنها تعقد اتفاقيات لتسيير دوريات مشتركة معهم. كل هذا فيما تعزز وجودها قرب الأمريكيين المعنيين أولاً بالحرب على داعش. سارة بن عشوبة، العربية، من شمال شرق سوريا.